مستمرين وإلى استضافتنا التالية. اليوم نتحدث عن ذوي الإعاقة وتحديدا إدماجهم في المجتمع في الوظائف. نعرف كثير من ذوي الإعاقة الآن قادرين أصبحوا منتجين، قادرين أنهم يشتغلوا بوظيفة معينة، ولكن الأساس دائما بدعمهم، تدريبهم وتنمية المهارات اللي موجودة عندهم. واحدة من المنح اللي يعني رح نشوفها اليوم كانت بإدماج ذوي الإعاقة في العمل الزراعي. مش كثير سمعنا عن إدماجهم في العمل الزراعي، بالنسبة لي أول مرة بسمع بأنه هم أصبحوا قادرين على أنه ممارسة العمل الزراعي. اليوم معنا يعني سماحة عبيدات، هي حاصلة على منحة زراعية في فكرة إدماج ذوي الإعاقة، واليوم رح نشوف كيف من خلال البيت البلاستيكي الآن اللي تم إنشاؤه والآن مستمرين في العمل داخله، شو التحديات اللي واجهتهم، كيف إجت الفكرة لسماح. سماح أهلا وسهلا، من صبح عليكي معنا بيوم جديد. أهلا وسهلا سماح، نورتينا بيوم جديد. يعني حضرتك أخصائية توحد للأطفال وتعديل سلوك للأطفال ذوي الاحتياجات، كيف خطر على بالك تدمجيهم بالعمل المهني وخاصة الزراعي، وكيف إجتك فكرة هذا المشروع؟ بداية إنه أنا بعد ما كملت دراستي بقياس وتشخيص اضطرابات التوحد نزلت على الميدان، وكانت أغلب حالاتي حالات خاصة إنه بالمنازل، فكان أغلب يعني كذا حالة إنه ذوي إعاقة عقلية بالموجود بالبيت مع طفل توحد، فكانت الحالة النفسية للأهالي إنه كتير إنه أنا عندي أطفال أنا بدفع عليهم غير منتجين. فصارت الفكرة إنه أنا إيش بدي أعمل لذوي الإعاقة، إنه أفتح مركز، إنه كمان إمكانياتي ما بتسمح لي إنه أنا أفتح مركز حالياً لذوي الإعاقة. فصار إنه أنا بدي أحاول أي فكرة كمان. إنه أنا لا أخليهم أشخاص فاعلين منتجين، مش أشخاص إنه نظرتهم بس إنهم معاقين. فيوم بشهر 12 السنة الماضية على الفيسبوك عم بتمشى ولا في بوست ممول للمنظمة الأفسية خلق فرص جاذبة للشباب، دخلت عليه عبيت آخر شيء فكرة المشروع الزراعي. هلأ صفنت يمكن ربع ساعة إنه إيش بدي منحل، إنه مش يعني ما رح أفيد ذوي الإعاقة. فكتبت دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل الزراعي وإنه عدم تعرضهم للتنمر داخل بيئة العمل. ففش ونسيت الموضوع، فكان عندي إيمان إنه أنا فكرتي رح تمشي تحققيها على أرض الواقع. فبعد شهرين وإلا تليفوني برن إنه مرحبا سماحة عبيدات، إنه إحنا منظمة الـ FCA حصلت على منحة كذا كذا وعندك مقابلة. رحت، فأول ما دخلت على اللجنة بيحكوا لي فكرتك رائعة، حلو، الفكرة الوحيدة اللي إحنا متشجعين عنها وأنت رح تنجحي فيها. فهون إنه بس حسيت إنهم بداية اللقاء إنه شجعوني على هذا الموضوع، صار عندي ثقة زيادة إنه أنا رح أنجح بهذا المشروع وإنه أنا رح أكمل فيه، ما رح يعني حتى لو كان في تحديات أنا رح أصر وإنه أتعداها هي التحديات. فمن هون بلشت إنه أوكي كملت مع اللجنة اللقاء تدريب، بعدين بلشت إنه أنا أحصل على المنحة. نعم. بس بلشت على أرض الواقع بتنفيذ المنحة، صرت رحت على مركز الأمل، طبعاً مديرته شكراً كثير إلها إنه حكت لي أكيد. في الشخص الفلاني والشخص الفلاني إنه رشحت لك أسماء، رشحت لي أسماء إنه عمرهم مقبول وإعاقتهم إنه أنا بسيط معهم التدريب. نعم. بالضبط. فتواصلت مع أهليهم إنه والله يا ريت إنه أنا أولادي من المركز للبيت. قديش كانت أعمارهم؟ 16 سنة و 17 سنة. حلو. منيح. عم في إنه يعني أنا بكون كثير ممنون إلك إنه إذا أولادي بيطلعوا عن جد بندمجوا بهذا الموضوع. ما غلبوكي سماح تدريبهم؟ هلا في اثنين إخوان، حدا كان كثير عنده شغف والثاني إنه لا إنه إعاقة عقلية بسيطة، حكيت لك إنه أنا لا ما بدي أشتغل بالزراعة، إنه ليش أنا أشتغل هون؟ أنا بدي أروح أدرب كرة، إنه دربيني كرة أوكي ماشي يا حبيبي. فبعدين صار يغار من أخوه، فصار عنده حافز إنه أنا أخوي عم بنتج وبياخذ مصاري، إنه أنا ليش ما آخذ زي أخوي مصاري؟ فصار إنه هون مبدأ الغيرة. فكان في تنافس. بالضبط، إنه لا مش بس أنا أخوي بيشتغل وأنا كمان بشتغل. وصار عندهم طموح، إنه في واحد من الشباب بيحكي لي أنا بدي أشتري تليفون، وحد منهم تاني لما صورت الفيديو بيحكي لي إنه أنا بشتغل بالخيار عشان المصاري. فإنه صار عندهم حافز إنه إحنا عم نعمل عم ننجز عن جد. يعني هو إنه أنا عم بنجز وبنفس الوقت عم إنه أنا بنجز بحياتي، إنه أنا مش بدي أخذ من حدا، أنا بطلع وبشتري اللي أنا بدي إياه، مش نفس ما أنت تأخذ مني مصاري وأحكي لك اشتري كذا وكذا، لا إنه أنا مصارية معي بشتري على كيفي، مش أنت بتسيطر علي. بالضبط.
الشعور بالمسؤولية بالمسؤولية إنه هو قادر. هذا الشيء قد إيه بيعززهم نفسيا؟ قد إيه شعرتي بأنه بالبداية كان عنده يمكن خوف، مش عارف كيف يتعامل مع الناس، هلأ شوي صار عنده ثقة أكثر؟ هلأ أنا حكيت لك بالبداية إنه كان يتعرض كتير للتنمر. كيف يتعرضوا للتنمر هلأ؟ الأعمار الكبيرة لما أنت تيجي وذوي إعاقة إنه في منهم حكيهم مكسر ما بيعرف يحكي مزبوط. نعم. فالطفل صغير إنه شاطر بالحكي بيجي إنه أنت ليش بتحكي هيك، أنت مش خلص بعد عنا روح عنا. فبتصير إنه الأهالي نفسيتهم هي اللي بتتعب بتأثر على الأطفال طبعا. فإنه أنا كان هدفي إنه أنا أدمجهم مع الأطفال العاديين وأحسسهم إنهم هم نفسهم بنفس المستوى، مش أنت ذوي إعاقة إنه أنا مثلا أحطك بجهة والشخص الطبيعي أحطه بجهة. لا، دمجهم مع بعض الشخصين، فهذا الشيء بيعزز من انه لا يلا شاطر انت، برافو عليك، انت اشطر من محمد مثلا، محمد شخص طبيعي. فهون بصير انه انا انا اشطر منه، انا راح انجز اسرع منه، انا راح لقيت قبله، انه راح اعبي حصتي انا قبل ما يعبي حصته هو. فكان شعور كثير حلو انه كمان انه اي حد بده يعرض كلمه مش بمكانها لهم انه ينحط حد انه انا هي في حد بيدافع عني. هلا اهالي الاطفال ذوي الاعاقه دائما بتحس انه عندهم خوف او عندهم حياة، بيستحوا انه انا ابني معاق كيف بيصيروا حساسين زياده، حساسين زياده عن اللزوم. بالضبط. اكيد. سماح، خلينا نحكي عن التحديات اللي واجهتك بمجال الزراعه، خاصه الفتره الماضيه مرت علينا موجات حر كثيره، ويعني كانوا المزارعين يشكوا ويعانوا من هاي الموجات. وبصراحه انا لفتره اسبوع كنت مستاء كثير، حتى بعثت مسج للمنظمه انه انا شكلي راح انسحب من بسبب الحراره وبسبب الجو. كثير كانت الجو كثير كان عالية، حرارته كثير عالية، تهوية ما زبط، مي ما زبط، انه انا كمان بشتري المي على حسابي، انه ما في مي واصلة للبيت، انه صرت اضطر صبح مساء صبح ومساء، انه طب ايش في الورق من اخضر اخضر لاصفر اصفر. فكان في تحديات كثير انه انا رح انجح، رح اكمل مشروعي ولا رح افشل. فكان في خوف يمكن اسبوع كامل وانا انه رح ارجع زي ما كنت ولا رح انزل خلاص. فالحمد لله ربنا مشيت يعني الامور. الحمد لله يعني رجع اخضر والحمد لله الانتاج صار كثير ممتاز كمان. الحمد لله. هي طبيعي العوامل المناخيه اللي بتاثر، خاصة لانه يمكن بدها جهد اكثر بهاي الفتره، ولكن لا تستسلمي يعني هذا اهم لا شيء. هو بتعرف انه لما كنا نكتب للمشروع ورقي مختلف تماما عن العملي. فانه بحكي عن جد زي ما كانوا زمان يحكوا انه الحكي مش مثل الشوف، صح طبعا، لا الكتابه مش مثل التطبيق عن جد. انه كثير شيء كثير مختلف تماما. انه حتى بالتكاليف وانت بتحسبها على الورق لما تيجي على الفعلي لا انه شيء ثاني مختلف، كثير فرق. وين البيت البلاستيكي؟ ببني كنانه بحرته. حلو حلو. سماح، شو طموحاتك لقدام؟ شو بتفكري تعملي مشاريع ثانيه؟ هلا انه سبب التحديات اللي حكيت لك اياها جزء منها انه في فتيات كانوا رح ينضموا معي على البيت البلاستيكي، بعدين ثقافه العيب حصرتهم انه انا لا ما بطلع بنتي انه تلقط خيار، انه ايش ايش كثير عيب. فان شاء الله بالمستقبل يعني تكون امكانيات كثير احسن. انه ناوي افتح مشغل لذوي الاعاقه، خصوصا الاناث ذوي الاعاقه الحركيه والاعاقه العقليه البسيطه، اللي بيكون يتفاعلوا معي يفهموا علي انه انا كيف بدي اغسل الخيار، كيف بدي انشفه، كيف بدي اخلي له، انه يكون مشغل تحويلي، صناعه تحويليه. بالضبط. انه المنتج اللي بيزيد عندي بالبيت البلاستيكي انه احوله لمخلل بدل ما انه يروح هباء منثورا زي ما بيحكوا. والله انه انا استفيد منه كمان، يعني افيد واستفيد. نعم روعة. يعني بجد ابدعتي، وان شاء الله يا رب هيك حليفك النجاح دائما. المهم انه تضلي بمعنويات عاليه، ما تستسلمي اكيد. كل شيء تطبيقه على ارض الواقع رح يكون مختلف. مختلف. بس انا بدي تحكي لي شعورك بعد ما انشاتي هذا البيت، بلشتي حتى المحاصيل للخيار انك يعني تاخذيها، بنفس الوقت شركتي ذوي الاعاقه، شو شعورك؟ ذوي الاعاقه وعندي كمان اربع اشخاص طبيعيين، اثنين منهم سوريين واثنين منهم اردنيين. يعني انت الكمية أو عدد الأشخاص ثمانية، والكمية كمية المحصول اللي عادة عم بتطلعيه قد ايه عم بيكون؟ يعني بالبداية أحكي لك بداية المحصول كان 8 كيلو 4 كيلو، كنت كثير مستاءة. نعم. فالحمد لله هلأ لا عم نتعدى 20 و25 كيلو. تاس. فالحمد لله يعني بشائر خير زي ما بحكوها. نعم. فإن شاء الله كل شيء بده وقت، كل شيء بتطور. الشغل النظيف بده وقت. أكيد أكيد. نشكر تواجدك معنا سماح عبيدات، نورتينا. شكرا لكم، يعطيك ألف عافية. شكرا. وأنا كثير مبسوطة عن العكس، وإحنا كمان مبسوطين معك. تسلمي.